التطورات الأخيرة تقول أن هناك ممثلين عنكم عن الجيش السوداني وعن الدعم السريع أيضا موجودون الآن في السعودية لمحاولة التفاوض ربما أو الوصول لحلول. بداية، ما موقفكم من المبادرات بشكل عام وخاصة هذه المبادرة السعودية ومن ثم مبادرة الإيجاد؟ نحن نرحب بكل مبادرة تحقين دماء السودانيين، بكل مبادرة تبعد شبح الحرب الأهلية عن السودان، بكل مبادرة تعيد اللحمة الوطنية وتعيد للسودان استقراره وأمنه. المبادرة الجارية الآن نحن رحبنا بها، وكل المبادرات نرحب بها. الآن لدينا صحيح ممثلين، وهؤلاء الممثلين هم ممثلين للسودان، لحكومة السودان وليس للقوات المسلحة فقط، لأنه لديهم بعض الدبلوماسيين موجودين ضمن الوفد. هذه المبادرة نحن نسعى في أن تضع أسس حقيقية لوقف القتال، تشتمل على الانسحاب من المناطق السكنية، الانسحاب من مناطق الخدمات، إفراغ وسط العاصمة الجدد العسكري، إخلاء السكان منازل المواطنين العزل من القناصة ومن الاحتلال المسلح. خلاف ذلك لا يمكن أن نتحدث عن وقف لإطلاق نار، لا يمكن أن نتحدث عن أي عمل يمكن أن يتم. يعني أنتم غير مستعدون لأي تفاوض في هذه المرحلة، أي حوار سياسي معهم، الأمر يتوقف فقط على العمل الإنساني؟ هذه المرحلة لا أحد يتحدث عن العمل السياسي، نحن الآن نتحدث عن وقف القتال، عن وقف العمليات، عن عودة الطمأنينة للمواطنين. هذه الطمأنينة وهذا الاستقرار لن يعود في ظل انتشار هؤلاء العصابات في أسطح المنازل، في منازل المواطنين. هذه الآن كل معظم البنوك تم نهبها، السفارات تم نهبها، المؤسسات الخدمة العامة تم نهبها، حتى البعثات الدبلوماسية، الاتحاد الأفريقي، اليونيسيف، الهلال الأحمر، كله تم نهبه بواسطة عصابات الدعم السريع. والآن المسألة ممتدة إلى الأحياء السكنية، أخي السكان، والمجموعات موجودة في الأحياء السكنية وتمارس هذا التعذيب والاغتصاب وكل فعل ذميم تمارسه هذه القوات على المواطنين. لذلك نحن نرى أن خروجهم من المناطق السكنية، خروجهم من المناطق السكنية وخروجهم من مناطق الخدمات هي الأسس الصحيحة لأي وقف لإطلاق النار.